الذي صام مثلا النصف الأول من شعبان وأراد أن يستزيد إلى قبيل رمضان، له ذلك. نعم، في سنن أبي داود عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا حديث صحيح، لكن ذكر بعض أهل العلم أن معنى هذا النهي المبالغة في الاحتياط لئلا يختلط برمضان ما ليس منه، ويكون هذا بمعنى نهيه عن أن يتقدم أحد عن رمضان بيوم أو بيومين. فلا معنى أن يكون الإنسان أن لا يصوم من النصف الأول وأن لا يكون ممن يعتاد صيام الاثنين والخميس ويأتي إلى آخر شعبان ويصوم، هذا لا معنى له. لكن إن كان من أهل العزم وكان يكثر الصيام من شعبان وكان يكثر من صيام الاثنين والخميس، فلا لا حرج أن يصوم، ولكن قبل أن يأتيه رمضان بيوم أو بيومين ينبغي أن يفطر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم شعبان إلا قليلا.